هاي اصحابي، اخباركم ايه؟ اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير واخدين بالكم كويس جدا من نفسكم الفتره دي. طبعا عايزه اقول لكم كلكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم. النهارده الفيديو مختلف شويه عن الفيديوهات بقى اللي بنزلها، ناس كتير قوي طلبت مني نقلل شويه موضوع المراجعات ونركز شويه في الفيتشرز بتاعه الموبايلات او حاجه بقى السوفت وير والكلام ده. الفيديو بتاع النهارده وهو عن المزايا والخفايا بتاعه واجهه اوبو كلر او اس 11، احدث نسخه من واجهه كلر او اس اللي هي الواجهه بتاعه موبايلات اوبو. تجربه جديده اتمنى انها تعجبكم، وطبعا لو عجبتكم ناوي اكررها لكم مع شركات تانية او انتم عايزين اكتبوا لي في التعليقات. قبل ما ندخل في الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس. بصراحه مع التحديث الاخير بتاع نظام اندرويد 11 الواجهه بتاعه شركه اوبو اللي هي واجهه الكلر او اس حصل فيها تغييرات كتير، وصراحه اغلب التغييرات دي تغييرات ايجابيه جدا. انا معايا موبايل اوبو رينو 5، احدث موبايل في سلسله رينو من شركه اوبو، ودوت اللي النهارده هنتكلم منه عن المزايا اللي موجوده في الفيديو ده. انا هحاول اقسم لكم المزايا الخفيه ومزايا الحلوه جدا اللي موجوده هنا في الواجهه على تقسيمات مختلفه. اول حاجه كده هنتكلم عليها المزايا اللي موجوده في الواجهه الخاصه بتظبيط شكل الواجهه، تغيير شكل الايقونات، تغيير الالوان، تغيير الخط، الكلام ده كله. وهنتكلم برضو عن مزايا خاصه بالسكيورتي او الحمايه بقى الخصوصيه بتاعه مستخدم الموبايل، ومزايا تانية ليها علاقه شويه بالاداء بتاع الموبايل. صراحه شركه اوبو عملت حاجه ظريفه جدا. لما هتفتح الاعدادات كده وتخش على القائمه الرئيسيه هتلاقي عندك الاعدادات الخاصه بالبرسونالايزيشن، هي تقريبا بالعربي التخصيص، وفي كل حاجه انت محتاج تلاقيها تظبيط شكل الوجه. عندك تقريبا 10 اعدادات مختلفه جدا لتظبيط الشكل، وكل حاجه فيهم مرتبطه بحاجه معينه. اول حاجه بتظهر لك هي الثيمات، شوف الثيمات المختلفه اللي ممكن اصلا تغير لك شكل الموبايل تماما. ولكن طب لو انت مش عايز تغير الثيم الاساسي مثلا بتاع الموبايل، عايز تظبط الحاجه اللي موجوده معاك، عندك حته الوول بيبر ده طبعا اللي هي الخلفيه بتاعه الموبايل، تقدر تخش من تختار الخلفيه اللي انت عايزها سواء من الموجودين على موبايل او اللي انت تقدر تنزلهم من متجر الثيمات بتاع الموبايل. عندنا بقى خاصيه الاولويز اون ديسبلاي، ودي من المزايا اللي موجوده بس في الموبايلات اللي بشاشات اموليد، والخاصيه دي صراحه حصل فيها تطوير كتير في الواجهه الجديده. بقى عندنا مجموعه كبيره من الكاستم باترنز او الاشكال كده يعني مختلفه اللي انت تقدر تختار منهم، والاشكال دي بتتحرك والوانها مختلفه. تقدر كمان تختار صوره من عندك وتكتب عليها تكست او تكتب تكست بس، يعني تكتب اسمك مثلا بالوان مختلفه. تقدر كمان انت تختار تصميم ساعه، وعندك الساعات اللي هي العاديه، وعندك كمان اشكال مختلفه جدا لساعات ديجيتال. يعني حبه الصراحه اختصارات واوبشنز هنا حلوه جدا في خاصيه الاولويز اون ديسبلاي. وغير كده كمان عندنا امكانيه لتغيير شكل الايقونات بتاعه الابلكيشنز كلها. دلوقتي انت ممكن تظبط شكل الايقونات بتاعتك بمنتهى السهوله من جوه الاعدادات. عندك الامكانيه ان انت تتحكم في حجم الايقونات نفسها بتاعه الابلكيشنز كلها. تقدر تختار ما بين الستايل الاساسي اللي هو بتاع الواجهه او الستايل الاساسي بتاع النظام الاندرويد الخام، وتقدر كمان ان انت تختار الشكل الايقونات نفسها من ازاي، عايزها مدوره هل عايزها مربعه. عندك الاوبشنز كتيره جدا، تقدر ان انت تكبر حجم الفونت مثلا بتاع اسم الابلكيشن او تصغره، او ان انت اصلا تخفيه يعني يبقى عندك بس شكل الايقونات بس. تقدر ان انت تقعد بقى تكبر الايقونات على الحجم اللي انت عايزه او تصغرها، انت عايزها مدوره تدويره معينه او مستطيله بشكل معين، الرمز مثلا بتاع فيسبوك، هل انت عايز اف دي صغيره كبيره مثلا بحجم الايقونه كلها. اوبشنز صراحه يعني مميزه جدا، الناس بتحب بقى تدلع الموبايل بتاعها وتغير فيه، هيعجبها قوي الكلام ده. عندك هنا برضو الاوبشن ان انت تتحكم التقسيمه بتاعه الهوم سكرين نفسها، عايز كام يبقى عندك كام صف للايقونات، ورص كام ايقونه جنب بعض بالطول او بالعرض، وتقدر ان انت تختار الانيميشن المختلف لما تيجي تدوس على بصمه الموبايل. عندك حوالي 7 انيميشنز مختلفه تقدر تختار ما بينهم. كمان عندك هنا في الواجهه امكانيات ان انت تختار الالوان الاعدادات نفسها، حاجه برضو مختلفه ما شفتهاش تقريبا من عند شركات تانية. بتقدر تتحكم في الكالر سكيم نفسه بتاع العناوين اللي بتاعه اللي هي السيتنج بتاعت الواجهه. انت عندك كمان نقطه ان انت تختار اللون الرئيسي الكالر سكيم الرئيسي واحد ماشي مع الازرقات، او تختار ان هو يبقى لون واحد بس. كمان عندك هنا امكانيه ان انت تختار فونت مختلف للسيستم نفسه بتاع الموبايل، تنزل من متجر الثيمات خطوط كتير قوي مختلفه تقدر تستخدمها يعني وتختار ما بينها كده عشان تدلع موبايل. عندك برضو امكانيه ان انت تتحكم في شكل او تصميم بتاع الايقونات الخاصه بستوره الاشعارات، ممكن تخليها مدوره دايموند كده او سان بوكس مثلا، اللي انت عايزه هنا انت ممكن تختاره. واخيرا انت عندك خاصيه الايدج لايتنج، لما يجي لك اشعار هنا على الموبايل الحواف بتاعه الشاشه هنا بتنور
بألوان معينة. انت عندك ان هو بس تلات اختيارات، عندك ان هي تبقى الالوان على ازرق او على بنفسجي او على لون اورنج. مفيش ان هو الصراحة اوبشنز كتير في الخاصية دي، ولكن يعني هي كخاصية موجودة ان هو برضو تعتبر خاصية كويسة. خلصنا كده هو الكلام الخاص بتظبيط شكل الواجهة وتدليع كده شكل الموبايل، نتكلم عن الخواص الخاصة بالخصوصية بتاعتك انت كمستخدم. في الحمالة الاساسية جدا اللي هي طبعا عندك الفينجر برينت سنسر، وعندك البصمة بتاعت الوش، الباس كود، كود يعني سري، فانت بتفعل التلاتة دول الاساسيين. ايه بقى الحاجات الجديدة او ايه الحاجات المختلفة الموجودة هنا؟ حاجة اسمها برايفت سيف. انت لو عندك صور، حاجات انت مش عايزها تبقى باينة لما حد يفتح الموبايل ويقلب فيها، يبقى ليه كلمة سر. يعني عشان تقدر تفتح وتشوف الصور دي اصلا لازم تدخل كلمة السر او تستخدم البصمة بتاعتك. عندك نوت اوبشن طبعا ان انت تعمل اب لوك او ان انت تحط كود حماية على الابليكيشن. مش عايز اي حد يمسك موبايل يقدر يفتح الابليكيشن ده، تستخدمه مثلا على الواتساب والفيسبوك. يعني الناس خاف على شغلها والاسرار بتاعتها دايما بتعمل الخاصية دي. وغير كده بقى كمان في حاجه تانية اسمها هايد اب، وده بقى اصلا بيخفي لك الابلكيشن نفسه، مش هيبقى اصلا ظاهر ان انت عندك الابلكيشن ده، اي حد هيمسك الموبايل بتاعك مش هيعرف يوصله. ودي برضو بتفعلها من اختيار البرايفسي هنا هوت او الخصوصيه من الاعدادات بتاعتك. بعد ما بتختار الابلكيشن يعني ان انت عايز تخفيه، يطلب منك ان انت تعمل كود عشان تقدر ان انت تخش بيه على الابلكيشنز المخفيه او التطبيقات اللي انت خفيتها، والكود دوت تستخدمه في الدايلر بتاع المكالمات. حاجه بقى كده يعني سريه شويه، عشان بقى توصل للابلكيشن بتخش على تطبيق المكالمات وتروح حاطط الكود بتاعك الشباك مثلا 1 2 3 4 شباك، وهتلاقيه فتح لك المنيو بتاعت الهيدن ابس، هتلاقي فيها التطبيقات اللي انت عملت لها اخفاء. حلوه جدا جدا للناس بتخاف قوي على برايفسي بتاعتها، مش عايزه اي حد يقعد يدعبس في الموبايل بتاعها. وفوق ده كله برضو عندنا نقط خاصيه اسمها سيستم كلونر، تعتبر جديده ان هو في الواجهه بتاعت اوبو، بيعمل لك نسخه تانية من السيستم نفسه بتاع الموبايل، تخش عليها بتبقى مختلفه تماما، ما فيهاش الابلكيشنز، ما فيهاش الاعدادات مثلا اللي انت ظابطها في الواجهه الثانيه، وبقى ليها كلمه سر مختلفة ممكن تحط عليها شغلك لو انت من الناس برضو اللي عندها شغلها فيها اسرار او اللي هي مش عايزة حد يقعد يلعب في حاجة الشغل بتاعتها دي، هتبقى مميزة او مهمة بالنسبة لك. هي ما بقاش فيها نفس المزايا بتاعت الواجهة الاصلية، مش كل المزايا مثلا بتاعت البرايفسي اللي انا كلمت عليها. الرجوع الى السيستم الاصلي هيرجعك للسيستم بتاعك تاني، تدخل البصمة بتاعتك مرة تانية، تفتحه تخش على السيستم بتاعك. واخيرا بقى عندنا خاصية او وضع الكيدز سبيس. لو انت من الناس اللي عندهم اطفال، اكيد 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 الاطفال اللي عندك بيمسكوا في الموبايل بتاعك. الوضع ده صراحة حلو جدا، حط فيه الابلكيشنز اللي انت عايز بس الاطفال يدخلوا عليها. يعني مثلا لو مش عايزهم يخشوا على ابلكيشن مكالمات، مش عايزهم مثلا يفتحوا يوتيوب، مثلا عايز تحدد لهم كام لعبه، ضيفهم هنا هو الكيدز سبيس من الاعدادات بتاعتك، وبتحدد المده اللي انت عايزها مثلا تبقى الكيدز سبيس دي شغاله. لما انت بتدخل على الكيدز سبيس بيبقى ظاهر بس فيها الابلكيشنز اللي انت مختارها، مش ظاهر فيها اي ابلكيشنز ثانيه، وبيبقى عندك امكانيه الخروج منها، بس عشان يقدروا يطلعوا منها لازم مثلا البصمه بتاعتك. فده برده بيساعد ان انت تحافظ على الحاجات الموجوده عندك على الموبايل من الاطفال اللي عندك في البيت او في الاسره. يعني في حبه فيتشرز هنا حلوه في الواجهه بتاعت اوبو، ساعات بتكلم عليها في الفيديوهات بتاعتي وساعات بنسى منها حاجات. خاصيه ان انت تاخد سكرين شوت باختصار سريع جدا بثلاث صوابع ليه، دي بتفعلها من الاعدادات بتاعت كونفينينس تول، امكانيه ان انت مثلا تاخد سكرين شوت لحته معينه صوابعك حطيتهم على شاشه وسحبت كده من المكان اللي انت عايز تبدا فيه السكرين شوت للمكان اللي انت عايز تقف فيه. وعندنا برده خاصيه السمارت سايد بار موجوده هو في الموبايل، انت بتفعلها من الاعدادات برده بتاعت الكونفينينس تولز، بتختار الابلكيشنز اللي ممكن تبقى موجوده عليها. هي كده كده ان انت بتسحب من طرف الشاشه مثلا من الناحيه اليمين الشمال كده، وهي بتظهر بيبقى فيها تولز معينه، حاجات يعني اساسيه هي موجوده عليها، انت ممكن تمسح منهم وتضيف الابلكيشنز اللي انت عايز الاختصار بتاعها يبقى موجود معاك على طول. عندك برده امكانيه ان انت تقسم الشاشه بتاعت الموبايل نصين، تقدر تفتح تو ابلكيشنز في نفس الوقت، ودي برده باستخدام ثلاث صوابع برده على الشاشه، انت بتسحب من تحت لفوق بالثلاث صوابع فهو بيقسم لك الشاشه نصين. وكمان عندنا اهوت خاصيه الاسيستيف بول، ودي زي كوره كده اهوت بتظهر عندك على الشاشه، بتبقى يعني شفافه كده شويه، بتقدر ان انت تستخدمها تتنقل ما بين الواجهه نفسها بدل اللي هي الازرار التنقل العاديه. الكوره دي بتعتمد اكتر على الايماءات، ممكن تدوس ضغطتين عليها تظهر لك الريسنت ابس مثلا عندك، ظريفه لو انت مثلا بتحس ان هو استخدام الموبايل من الجزء التحتاني مثلا رخم او عايز حاجه مثلا هي تقدر تستخدمها في نص الشاشه وتتحكم فيها في الموبايل نفسه بسهوله جدا.
الواجهه ان هو برضو فيها خواص مختلفه للايماءات، في اوبشنز اكتر ان هو في الواجهه انت بتختار مثلا رفعت شاشه الموبايل الشاشه تنور، ان انت لو قلبت الموبايل على وشه وجالك مكالمه ان هو يقفل المكالمه او يعمل كانسل عليها مثلا، انت مثلا لو ضغطت على الشاشه مرتين وهي مطفيه الشاشه تنور، دي اللي هي من اوف سكرين جيستشرز او الايماءات لما الشاشه تبقى مقفوله. خاصيه الاير جيستشرز او الايماءات الهوائيه، ودي يمكن اتكلمنا عليها فيديو بتاع رينو 4 عندك، ان هو الصراحه التو اوبشنز الاساسيين ان انت تفتح المكالمه، بس يعني هي الموضوع بياخد وقت شويه، انت مثلا تعمل الحركه دي فيروح فاتح لك المكالمه، او ان انت تستخدمها في السكرولينج يعني، او ان انت تقلب مثلا في الابلكيشن، شغاله في ابلكيشن الفيسبوك وابلكيشن يوتيوب بس حاليا. تقريبا خلصت الخواص اللي كنت عايزه اتكلم عليها والفيتشرز اللي قد تكون مش معروفه قوي بالنسبه للناس، وفيها فيتشرز طبعا جديده لسه نازله في الواجهه الجديده. اكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم في فكره الفيديو ده، حاجه مهمه جدا. تحبوا تشوفوا الفكره دي ان انا انفذها على واجهات تانية بتاعه شركه تانية، ولا ايه نظام ما عجبكمش يعني الفكره؟ وبرده اكتبوا لي لو انتوا تعرفوا اختصارات تانية انا ما قلتهاش اكتبوها لي، لو في اختصارات كنت اول مره تعرفوها اكتبوا لي ان انا قلتها لكم يعني وعرفتكم عليها يعني. شجعوني كده شويه يا جماعه، يعني عايزاكم تشجعوني ان انا اعمل لكم فيديوهات اكتر. عموما لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان يوصل الناس اكتر. لو اول مره تتفرجوا عليا وعجبكم المحتوى بتاعي، يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان ما يفوتكمش اي محتوى جديد انا اقدمه قريب ان شاء الله. تقدروا تتابعوني على فيسبوك وانستغرام لميس الحسيني، ولو عندكم اي استفسارات ابعتوها لي على جروب تيك كيتشن على فيسبوك. يلا باي باي.